ومعنا في الاستديو الدكتور سليمان الشيخ حمدي، سليمان الشيخ حمدي عفوا، استاذ العلوم السياسيه وباحث في القضايا المغاربيه. عدد من اهلا وسهلا بكم بدايه. عدد من الاحزاب السياسيه قالت بانه يعني استقلال موريتانيا خط احمر ولا دبلوماسيه فيه. طيب، حزب الاستقلال المغربي على لسان امينه العام حميد شباط اعتبر موريتانيا جزءا من المملكه المغربيه. هنا نتساءل ما دلاله هذا التصريح في هذا السياق؟ شكرا على الاستضافة. بخصوص حزب الاستقلال المغربي، إذا جينا نفتش عن الخلفية التي يتكلم عنها هذا الحزب، التي أنها تأتي في إطار فلسفة قديمة عند الحزب الاستقلال. أول شيء، حزب الاستقلال هو حزب ارستقراطي أصلا من الأحزاب المحسوبة على الحكومة، لكنه شهد الآونة الأخيرة فشل في الوصول إلى المرتبة التي وصل لها في 2011، لأنه خسر 30% من شعبيته. بالتالي هو يراهن على الخطاب الخارجي في المغرب. بالتالي هو الخطاب هذا ليس موجها للموريتانيين، لأنه يعرف حقيقة الموقف من موريتانيا، لكن موجه للشريحة المغربية التي تدين بالولاء لهذا الحزب، والتي لم ترى نتائج إيجابية لهذا الحزب في الانتخابات الماضية، بل رأت أداء سيئا. بالتالي كان من اللازم أن يصدر مشكلته إلى خارج الحدود حتى يستطيع أن يحيل ذلك الخطاب القديم. وبالتالي فإن اعتبار موريتانيا جزءا من المغرب، أو كما قال هو عن حدوده من طنجة إلى وادي السنغال، هو حتى لا يحسن العبارة لأن وادي السنغال ليس موجودا، فهذا فقط هو أقوى ما يستطيع أن يحرك به ساسة حزبه وساسة شعبيته الراكدة منذ زمان. طيب، ما دام هو محسوب على الحكومة المغربية، يعني كيف يمكن أن نتقبل تصريح من هذا الحزب؟ لا، هو لما أقول محسوب على الحكومة، محسوب على مؤسسة القصر. يجب أن نفرق بين مستويين في الحكم. مستوى مؤسسة القصر التقليدية والتي تضم حزب الاستقلال، ومؤسسة الحكومة الحالية التي تضم نخبة من التقليدية. طيب، يمكن أن يكون هذا التصريح بدون مباركة من مؤسسة القصر؟ لا، هو يأتي في إطار زمجرة عامة نتيجة للتقارب الموريتاني الجزائري، ونتيجة أيضا لفشل الدبلوماسية المغربية في معالجة قضية الصحراء الغربية التي بدأت بوادرها تأتي إلى الحدود الجنوبية المغربية بشكل صريح ولا يمكن أن يتغاضى عنهم. بالتالي فشل المغرب في معالجة مشكلة القرقارات، فشلته في الانضمام للوحدة الإفريقية الاتحاد الإفريقي، وإيجاد اختراقات حتى في الجانب العربي، يعني فشلوا أيضا في آخر قمة عربية إفريقية. كل هذا جعل هذا الحزب المحسوب على البساط الملكي يؤدي رسالة أخرى في ميدان آخر، علّه يجد من ينقذه في هذا المجال. طيب، الأمين العام لحزب الاستقلال حميد شباط يعني اتهم موريتانيا بالاتفاق مع الجزائر والبوليزاريو من أجل وضع خط يفصل بين المغرب وإفريقيا. يعني ما الذي يريد من خلال، اسمع لي عدة السؤال لكن بصيغة أخرى، ما الذي يريده شباط من خلال هذا التصريح ومن خلال هذا الاتهام؟ طبعا شباط، هذه هي التجارة الرائجة عند شباط، والملف الأهم عند شباط وعند الحزب الاستقلال بالأخص هي العلاقة الموريتانية المغربية الجزائرية. غير هذا الملف لا يحسنه حزب الاستقلال. بالتالي فإن العلاقة بين موريتانيا والجزائر لا يمكن أن تكون خاضعة لعلاقة موريتانيا والمغرب أو علاقة موريتانيا والبوليزاريو. هذه علاقة بين دولتين مستقلتين لهم حدود 465 كيلومتر، وعلاقات في التاريخ وعلاقات في الجغرافيا. بالتالي لا يمكن أن من السذاجة أن نحسبها أنها موقف ضد المغرب أو ضد جبهة البوليزاريو، بل إنها علاقة وطيدة بين دولتين مستقلتين بدأت منذ الاستقلال. أما العلاقة مع المغرب فهي التي فعلا تشهد توتر، يحسب المغرب أن موريتانيا يجب أن تقف إلى صفه حتى يكون راضٍ عنها. أما الموقف الواقعي لموريتانيا هو الحياد الإيجابي. الحياد الإيجابي أنه الوقوف مع منظمة الأمم المتحدة في قراراتها تجاه القضية الصحراوية، الاتحاد الإفريقي تجاه القضية الصحراوية، والعلاقات التي تربط بين موريتانيا كبلد ومستقل لها حرية الرأي في اتخاذ ما تراه مناسبا لهذا. طيب، المغرب سعى مؤخرا ضوء هذا الاتهام، يعني المغرب سعى مؤخرا للانضمام للاتحاد الإفريقي، إلى أي حد ما زالت حظوظ المغرب قائمة في الانضمام لهذا الاتحاد؟ طبعا هو كانت الخطوة التي قام بها الملك وإلقاء خطاب من داكار وتناسي المشكلة التي كانت عنده في وسط المغرب، إبان قتل الصياد في سيارة البلدية، كان هناك أزمة كبيرة، فألقى الخطاب من داكار من أجل أنه خاطبة يدغدغ مشاعر الأفارقة، لكن فشل للأسف الشديد. كان برهن على فشله أنه في آخر قمة جمعت بين العرب والأفارقة أنه لم تنسحب معه أي دولة إفريقية. بالتالي كان هذا الفشل هو الذي أدى بحزب الاستقلال الذي يعتبر نفسه صنيعة القصر أو اليد الخفية للقصر، يحاول أن يجد مكان آخر لتوجيه سهامه لعله يجد نصرا بسيطا في هذا المجال. طيب، يعني موقف موريتانيا من القضية الصحراوية هو الحياد والانفتاح على مختلف الفرقاء، يعني هل باتت المغرب هنا يعني تغتاظ
من هذا الموقف الحيادي أو موقف موريتانيا المحايد في هذه القضية؟ طبعا أصلا هو الموقف الموريتاني بني على أساس قرارات الأمم المتحدة، قرارات الاتحاد الأفريقي ومبادئ حسن الجبار التي أرسلتها سياسة موريتانيا. المشكلة المغرب، المشكلة مشكلة المغرب ليست مشكلة موريتانيا. موريتانيا حتى الحين لا حكومة ولا شعبا لم تقم بأي عمل استفزازي، مارست سيادتها في الاتحاد في الاتفاق مع من تشاء وأنت تقرب من تشاء وتبعد من تشاء. المغرب هو الذي يحاول يصدر مشكلة الصحراء الغربية التي باتت على تخومه. الصحراء الغربية الحين البوليزار الحين تصطاد السمك في المياه الأطلسية، بالتالي وعلى مرأة نسمع من المغرب، المغرب يكون يحرك شيء في هذا المجال، بالتالي يحاول يصدر المشكلة إلى أطراف آخرين لعله يجد فيها على الأقل داخليا على مستوى الشعب ما يستطيع أن يتقي به شر. طيب أي مستقبل لهذه القضية على ضوء السياق الحالي؟ أعتقد أن القضية أصلا عمرت بشكل كافي وفيها من القرارات الأممية ما يكفي وفيها أيضا من سأل هنا حتى عن مستقبل العلاقة بين موريتانيا والمغرب لا علاقة على ضوء هذا السياق الجديد والحالي. لا علاقة بين موريتانيا والمغرب لم تشهد أي توتر حقيقي يعني في هذا المشهد. هذا إذا أخذت منه مواقف هذه الأحزاب، مواقف من يريد أن يسجل يد حظوة عند الملك بالذات عند القصر تبقى لا شيء، لأنه حتى الحال الحدود المغربية الموريتانية مفتوحة والتوتر لا يعد أن يكون يعني محاولة تسديد أهداف لصالح هذا الطرف أو ذاك الطرف في الساحة المغربية وبالذات للأحزاب الموالية القريبة من القصر. إذن الدكتور سليمان الشيخ حمدي أستاذ العلوم السياسية وباحث في القضايا المغاربية، شكرا جزيلا لكم.